السلام عليكم، حياكم الله. الآن ننتقل للسلايد رقم 20 واللي هو فيه المحور الثالث، ما هي أبرز وأشهر مؤشرات الأداء للشركات. طبعا راح نأخذ فكرة عن أبرز وأشهر مؤشرات حتى تكون إن شاء الله الصورة أوضح للجميع. طبعا رقم واحد اللي هي صافي الإيرادات، طبعا سلايد 21، صافي الإيرادات تختلف حساب الإيرادات لشركة الخدمة عن المنتجة. طبعا في شركات خدمات وفي شركات إنتاج وتصريح. فشركات الخدمة لها معادلة، الخدمة تساوي عدد العملاء في متوسط سعر الخدمات، زين، فهذه معادلة شركات الخدمات. أيضا المنتج أو الشركات الإنتاجية يكون عدد الوحدات المباعة في متوسط السعر، فهذه معادلتها، وبناء عليها تحسب الإيرادات اللي هي الأرباح. فمن أهم المؤشرات مؤشرات الأرباح كما هو معروف يعني. طبعا عندك عدد ونوعية، رقم 2 عدد ونوعية العملاء المحتملين. طبعا كل شركة تسعى لزيادة العملاء وزيادة زبائنها، فحتى أن في النهاية يعني يقولك أن الميزة التنافسية الآن تكون في خدمة العملاء. كل ما خدمتهم أكثر، كل ما جذبتهم أكثر، كل ما بعت أكثر كخدمة أو كمنتج. طبعا لها تطبيقات، تغاس بتطبيقات إدارة علاقات العلماء CRM، أداة تقيس العملاء المحتملين مجرد الاتصال مع الشركة وتشمل البيانات. طبعا هذه طريقة CRM اللي هي Customer Relationship Management، إدارة اللي هي إدارة علاقات العملاء. طبعا هو من الاتصال، من الاستبيانات، تبين سلوك المستخدم في موقع الويب والتطبيق، التجريب، يعطونا مثلا سلعة أو خدمة يجربها فيعرفون ردة فعله وسلوكه. نفس الطريقة يدلي ساعات الزبون بأموره يعني عن طلباته وعن هذا، فهم يعرفون ويحددون سلوكه وما يبغى الزبون فيخدمون، فيكون في مؤشر عفوا للأداء اللي هو عدد ونوعية العملاء المحتملين. عفوا. الثلاثة القيمة الدائمة للعميل. عفوا. CLV Customer Lifetime Value. هذه هي أداة تقيس كم الأموال التي سينفقها العميل الواحد على منتج أو خدمة. يتكون نموذج القيمة الدائمة للعميل من ثلاث عوامل رئيسية، اللي هي القيمة الدائمة للعميل مثل ما قلنا تساوي متوسط قيمة الطلب في متوسط معدل الشراء السنوي في متوسط عمر العميل. فهذه أيضا يحتاج لها مؤشر حساس أنك أنت تعرف تحافظ على زملاء على عملائك. فهي القيمة الدائمة للعميل، لازم تحافظ على عملائك الدائمين. فهذه لها مثل ما قلنا المعادلات هذه اللي هي تحت CLV Customer Lifetime Value. فهذه أيضا مؤشر، وفي مثال عليها إذا كان متوسط قيمة الطلب الواحد هو 100 ريال على أساس نوضح الموضوع هذا، ويشتري العملاء 5 مرات سنويا ويستمرون كعملاء فعليين لمدة 4 سنوات في المتوسط، يكون عندك CLV 100 في 5 في 4 2000 ريال. فهذا أنت كل ما زدته، كل ما حاولت تزيده، فيكون هذا أفضل ومؤشر طيب للشركة أو المنظمة. وبالتوفيق للجميع.